كل فعل لابد له ردة فعل بالحياة مر حلو وسهل وجبل والحكيم اللي بعقله يستدر يلقى في عمق المشاكل ألف حل. إيه هذه أخرتي يا أبو خالد، مار علي البيت علشان تريقني وسندرتني من أمس وانت تقول لا تنسى ولا تنسى، أخرتي جايب لي تريقني مع صرا الله يهديك في السيارة قاعد يا ريال شحة. أكلهم نفس الأكل اللي تاكله في هالفنادق والكوفيات هذه، بس هناك المكان أحلى والقعدة أحسن، ولا الطعم صدقني إنك هي نفس الشيء. أي غير يا ريال، وين هني وين هناك، مجلسنا حتى في سيارتك حتى مكيف ما مشغل الله يهديك، يعني متنا حر الجو بالعكس زين وشحلاته المكيف ما يجيب للمرض الا الاكل اللي بتاكلني اياه، انا شاك انه بيعورني بطني منه، خصوصا الايام شغالين ما شاء الله تفتيش وياما مطاعم سكروها من عدم النظافه انت الحين اكل وعين من الله خير، ولا تجلس تتحندى كانك عجوز خلاص. يا امري لله شو اسوي، عاد متى بيخلص هاي اخرنا، يا جعنا واحنا ننطر كله عصير موز وبيض وشنو وجبن ودياي مايونيز الله خوي. إن شاء الله بيخلص، أصبر لا تستعجل على رزقك، أصبر شوي. يا شوف تعال تعال شوف شوف اللي جمنا شو يأكل، شوف شوف القعدة يا ريال. إيه والله، وشوف رافع رجله على الطبلون شلون وحالته حاله. وشو هذا؟ شفيك شفيك شو بلاك أنت؟ شوف شوف شو شو يسوي هاي؟ سوى يقط قط العصير في الشارع. زين ايش فيها يعني؟ شنو ايش فيها؟ هادي يا ريال تكبر الموضوع وقصر حسين. لا 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 انا ما اسكت عليه هذا. يا رجال ايش تبي انت صدق ملقوف؟ شنو هو فاكر الشارع زباله عشان يقط القواطي ورصاخه في الشارع؟ انا لازم انزل له. تعال يا ابو خالد تعال تعال. هدني عليه هدني عليه. لا حول ولا قوه بالله. ويخليها تلثم هذا حسن بيصير فيه شيء. يلا انت يا الاخو. من؟ انت انا اكلمك. ايش تبي يا اخي؟ ما تحب بلادك؟ فاكر اني زباله عشان تقط له صاخف في الشارع؟ انت شكو انت ايش تبي؟ راز وايق مزي وايق. يلا روح يلا. الله يسامحك بس على الاقل حط القوط والقراطيس في كيس والزباله جنبك هاي مترين وقطهم. يا اخي انت من عشان تحاسبني؟ ايش فاكر نفسك مدير البلديه ولا الشرطه ولا شنو؟ تدري لو رجال الأمن التابعين للبلدية شافوك يغرمونك ويدفعونك؟ يا شين في رجال الأمن، أقول خلهم يغرموني، أنت إيش عارك؟ روح أركب سيارتك يا راتب كلام حق نفسك، راح يلا راح. أبو خالد سويت له؟ أشوفه معصب الريال وصار يقط القراطيس من السيارة تشوف على يا أخي ما يستحي ما عنده ذوق كلش. اكيد انا قلت لك من البدايه لا تلهقف وتروح علشان يعني ما تحصل حكي مو طيب، بس انت عانت الله يهديك. بس هذا يمثل صوره سيئه لبلادنا، شوف شو يسوي. هو اللي يمثل صوره سيئه؟ انت شكو ايش تبي؟ لا شوف يلا والله انت ايش تبي؟ لا انت مسؤول. يلا حفص وراح هاي حاله هاي. اذا انت يعني لا مسؤول عنه ولا شيء، خليه يبه في عمال بلدية بيشيلون الزبالة وبس وخلاص. ايش لك بعوار الراس؟ بس انت راسك يا بصل هديك ما تطيع يا اخي. ردة فعلي هي ردة الفعل الصحيحة الطبيعية، ولازم كل واحد يشوف مثل هالتصرفات اللا مسؤولة لازم يكلمهم وينصحهم. انت سويتها قصة زين الله يهديك، بس يعني المسألة مجرد كم من قرطاس وقوطي، وين المشكلة يعني؟ المشكلة الناس يعني شو اقول لك؟ الناس بينون لي يمكن شيء بينون لك. يا ناس لو شفتوا واحد يرمي أوراق وصاخ ومنديل في الشارع شلون بتكون ردة فعلكم معاه؟ نسمع منكم شو يسوون يعني. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا للتواصل معنا 4487 1192. يا هلا يا هلا والرسائل 9268. يا هلا أول اتصال من عبد الرحمن. السلام عليكم مع عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا هل هو ردة فعل يعني هل ردة فعل أبو خالد الآن قبل شوية هي الردة الصحيحة ولا هو مسألة عادية؟ ليش الواحد قاعد يكبر السالفة؟ واحد قط قرطاس قط قوطي، شو المشكلة يعني؟ شو المشكلة؟ لا والله هي مشكلة بالعكس، يعني
يعني بجوز هو إذا رجع بقدر يحكي هذا الحكي بسهولة، بس إحنا كمان بكون الموضوع مزعج أكثر لما نشوف حتى الأطفال الصغار في مدارسهم بكبوا هاي الأشياء في الساحات من شباك السيارة من إشي، بتحس أن الوضع بيكون فعلا مزعج، أنه ما بتعاملوا بالبيئة أو بالناس اللي حواليهم بطريقة نظافة أو بطريقة اهتمام بالبيئة أو بطريقة، يعني ما بعرف، بحسها يعني هو أصعب إشي على الإنسان أنه يرمي الزبالة كأنه هيك، يعني كأنه الشارع ما في إله، ما في ناس عايشة حواليه، ما في مدينة لازم نحافظ عليها، يعني أكثر شيء مزعج في الإنسان فعلا بكب من السيارة، بكب من مساحة المدرسة، شغلات مزعجة فعلا، شغلات مزعجة. طيب هاي. ردة فعلنا معاه كيف؟ والله شوف، إذا كان مثلا بالمدرسة عند أولادي بقدر أحكي لهم للأطفال أنه لا تعال شيل، بس لما يكون الجهل كبير طبعا صعب، سيت ممكن بنت صغير الواحد يقدر يحكي معهم ينبههم أو على الأقل هو يشيل الشغلة قدامهم يفريهم أنه هاي الشغلة أنت عملتها عيب وأنه هاي اللي شلتها من أمامكم، ويعني هو يعمل الفعل قدامهم يفريهم أنه اللي عملوه هو غلط. نعم، يعطيك العافية أختي. كذلك اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخوي، من معاي؟ معك أخوك محمد. حياك الله أخي محمد. الله يحييك ويبقيك أخوي محمد. أنا طال عمرك غيرة الأخ الزهم الأخير، هذا شيء مطلوب. أي طيب، موقف مثل هذا شفته قدامك، ردة فعلك؟ ردة فعلي نفس ما فعل الأخ، إلا أن الأسلوب لابد أن يكون يعني فيه شيء من الحكمة. جميل جميل جميل، بس لأنه لا يمكن مباشرة تأتي فتقول له كذا، سيكون رد فعله هو الرفض، لأنه يحس أنك كأنك تعلمه الآداب وأنك أنك يعني تتعالم عليه، لكن تشوف طريقة. السلام عليكم، كيف الحال حبيبنا الغالي، كذا يعني يتكلم بكلام طيب وتمرر له هذا الأمر، أو خلي معك فكرة، خلي معك في السيارة أكياس يعني ورقية حلوة مرتبة، وخذ هذا الكيس، السلام عليكم كيف الحال، خلي هذا الكيس في سيارتك الطيبة ما شاء الله الجميلة، وإذا عندك أي شيء تبغى تعقى حطه في الكيس. الله يجزاك خير. يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك. أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو سعد، صبحكم الله بالخير. حياك الله أبو سعد، يعطيك العافية. الله يحييك. ومثل هذه المواقف إذا تيسر لي أثناء وجود الشخص اني اشيل اللي قطه، بس بقوم بهذه الخطوه. فيها رسالتين، اول شيء انا بكس فيها اجر، اثنين بتوصل الرساله ان هذا الفعل سويته فعل غير سوي، احراجه بشكل غير مباشر. وتحضر هنا حادثه تكررت امامنا في الاعداد تحديدا، واذكركم بدعوتكم ترى ما زالت قائمه في الاعداد ان شاء الله. زين، هذا الحادث اخواني الله يجزاك، يجين احد الاخوه المسلمين الروس يحادق احدانا، عقب ما يقطع خيوط سنيره ما شاء الله عليه، يشيل الكيس ويدور على السيف قاعد ينظف المكان اللي يقعد فيه، ولا يترك شيء. سبحان الله، سبحان الله. وهذا فعله كل مره يجي يقوم بهذا العمل. فبيئته الانسان يعني يكون رفوق صديق بيئته، انا اكون في مكان المفروض احافظ على نظافه المكان، انا اعيش في هذا المكان وانا المستفيد من نظافه الجو. وحادث الكوري ذكرته، اعتقد ذكر من يومين، يقول احب اعيش في مكان نظيف، هالمليونير اللي في احد الدول الخليجيه، فكان كل صبح ينظف المنطقه اللي هو عايش فيها. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. ان شاء الله. اخر اتصال. ايوه السلام عليكم. انزل نقرا رسائل. اللي بيرمي بالأماكن العامة فهذا ينطبق عليه على خلقه في البيت. من أم طلال، أولا أنا أستنكر هالفعل لكن ما أعديه، بلادنا بيتنا الكبير، ما أرضى حد يرمي شيء فيه، أكلمه يمكن الله يهديه، وإذا ما فاد أعلق كيسة في رمانة السيارة على الأقل يشيله معاه. طريقة النصح خاطئة، وهي اللي خلت الرجل يعاند ويزيد ويثبت على فعله. من زمان خاطري تقولون هالموضوع تكلمون عنه. أكثر شيء يضايقني أجلكم الله والسامعين، البصق في الشارع أيضا وخاصة من السائقين.
ما توقع في مجال مع الزحمة تنصح، بس في مجال تنصح الأشخاص اللي معاك في السيارة، وإذا ركبت مع أحد من ربعه انصحه ومنعه إذا شفت منها التصرف. إذا كل واحد قال عادي وفي عمال نظافة كان من زمان صارت الديرة، الله يعزكم زبالة. والله أني أحكم أخوكم هامان محمد، أو هم يعني في شيء غلط الظاهر في الاسم. النظافة من الإيمان، وأنا أحب بلادي وأحب أنها تكون نظيفة وجميلة من جواهر الهيل. لو لم يكن قليل أدب ما رمى الأوساخ فاجتنبه أفضل، أو اتصل لأولي الاختصاص وبذات الاختصاص. الفعل يزداد شيئا إذا شينا إذا كانت من تربي امرأة. من فترة شفت أحد الأشخاص يبصق أمام باب مجمع، فأجبرته أن يرجع ويمسح البصق بالمنديل، لأن هالشيء يسبب أمراض للغير منهم جاسم. الله سترك، كان شن كان طقق، بس تصرف صحيح. كلنا ضباط بالبلدية وكل منا رقيب من أجل بلد نظيف. من محمد الفاعوري، بارك الله فيكم. والآن معنا اللي هو مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية الأستاذ عمر اليافعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع كنا كبرناه شوي، ولا موضوع يستاهل أن موضوع يعني نهتم فيه ونعمل له فقرة بهالطريقة هذه؟ البداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح عليكم وعلى جميع المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج الشيق والممتع والتوعوي التثقيفي. طبعا هو الموضوع كبير في أصله وبصدير، يعني ما نقدر إحنا نكبر مصهرة، لكن مجرد الحركة اللي إحنا نعملها اللي ما تأخذ منك، يعني تنزل دريشة سيارتك وتحذف هذا الفاين، أو ترمي مثلا غرشة، أو ترمي أي حاجة من خلال سيارتك، إحنا يمكن ننظر لهذا أنه مجرد ثواني الفعل، لكن الأضرار المترتبة على هذا الأمر والسلبيات اللي مترتبة على هذا الأمر كثيرة ومتعددة. يعني أنا أعطيك بعض الأمثلة على ضرر مثل هذا التصرف. هناك ضرر اقتصادي، إذا أنا برمي وأنت بترمي وفلان بيرمي، هذول كلنا يعني إحنا موجودين في المجتمع الآن، كم عددنا في قطر الآن؟ مليون وشوي. لو كل واحد بيرمي راح نحتاج عشرات ومئات وآلاف من العمال، راح نحتاج إلى آليات ومعدات، راح نحتاج إلى مصانع لإعادة تدوير المخلفات. هذه كلها تكلفة على الدولة. الجانب الآخر الضرر الصحي أيضا. من كم يوم أيضا في صورة وصلتنا عبر تويتر في حديقة من الحدائق، مرمية غرشة فيها بقايا من العصير موجودة في بين الأشجار وكذا. تخيل لو ابني أو ابنك ولدي أو ولدك أو بنت فلان وراحت وخذت الغرشة وشربت هذا العصير المتبقي في هذه الغرشة اللي موجودة، احتمالات المرض واحتمالات تلوث المادة اللي موجودة داخل عدة أيام كذا، لأنها محطوطة أو مرمية في غير مكانها المخصص وهو الحاوية. هذا ضرر أيضا صحي. الضرر الآخر وانت تحدث مثلا غرشة ولا قوطي ولا كذا، فرض انك واحد يمشي في جنبك وما شفته وأصبته بإصابة أو تعور من خلال هذا، أو حتى أحيانا الغواط اللي في الشوارع أو الغراش اللي موجودة، ممكن تجي السيارة وتدوس عليها وتصبح مثل الطلقة لمن حولها اللي ممكن تسبب له ضرر بالغ، وبالتالي أيضا راح ندخل في علاج صحي وتكلفة إضافية أيضا على الدولة. الضرر البيئي اليوم يتكلمون في الدول عن الأضرار البيئية الخطيرة المترتبة على المخلفات نتيجة السلوك الإنساني السلبي اللي احنا نقوم فيه أو البعض منا يقوم فيه. الضرر الجمالي، يا أخي احنا من حقنا نشوف بلادنا في أكمل صورة وأحلى صورة وأجمل صورة، ليش أنت تتسبب في تشويه هذا المنظر الجمالي الرائع وهذا المنظر اللي احنا كلنا ودنا نتمتع فيه؟ واليوم الأجواء ولله الحمد في تحسن مستمر، وبدأوا الناس والعوائل يطلعون في كل الأماكن، سواء منتزهات، في الحدائق، في الأماكن العامة، نبغي نستمتع بهذه المناظر الجميلة وبهذه الأجواء الجميلة، فليش أنت تعكر هذا صفو الجمال بأنك تشوه هذا المنظر من خلال إلقاء المخلفات؟ الأخطر والأهم الضرر اللي راح أقوله الآن هو ضرر على سمعة البلد وصورتها الإيجابية. اليوم الدول
المتحضرة والدول المتقدمة تدفع مليارات عشان تبني صورة إيجابية اللي يسمونها الإيمج وتبني سمعة لها بين الدول. هذا معيار مهم من معايير قياس تقدم وتحضر المجتمعات والدول والشعوب. فلابد احنا كلنا نحرص ولابد احنا كلنا نكون يعني مسؤولين عن هذا الأمر. أيضا من الأضرار ضرر اجتماعي. أنا مجرد أنزل دريشة وأرميها معناته أن أنا ما احترمتك. الطريق العام والميادين العامة والحدائق العامة. نعم أيوة أبو خالد. عود الاتصال فيه الظاهر الخط انقطع. أخوي معتصم لو تعاود اتصال فيه أبو خالد. يعني هنا رسالة من راشد العودة الفضلي يقول نعم من واجبنا التعاون للحفاظ على نظافة وجمال بيئتنا. وعن تجربة لقيت تجاوبا يعني حين نصحت أشخاصا فعلوا تلك التصرفات الذين فعلوا تلك التصرفات المرفوضة. في واحد قال لي أن في فعلا ناس في سيارة كانوا رامين شغلة من السيارة فراح كلمهم قال كلهم قاموا كانوا خمسة في السيارة كلهم قاموا ونظفوا قطوا ونظفوا أصل المكان ككل. يعني جميل. في بعضهم ردة فعل طيبة منهم يعني جيهم. أنت في بعضهم تلاقي السيارة عند زبالة زين قط عنده قط في سيارتك ولا قط برا يعني بس مجرد كيس بسيط يعني ممكن تحطه على أي جهة من السيارة وتحط فيه المخلفات. نرجع للأستاذ عمر ثابت وعمر اليافعي. تفضل الأستاذ عمر. معذرا انقطع الخط. الضرر اللي تتكلم عنه الاخير كان ضرر اجتماعي. انت مجرد تنزل دريشتك وتحذف اللي في يدك يعبر عن عدم احترام الاخرين. اللي موجودين معك ويشاركونك في هذا الطريق العام. من الاشياء اللي مساعد في المشهد التمثيلي الرائع اللي قمت فيه. يوسف يوم يرد على ابو خالد يقول له انت شكو انت ايش دخلك انت كذا. طبعا هذه قضيه خاطئه ومفهوم خاطئ. قطر بلادنا كلنا مسؤولين عنها كلنا حسب مسؤولياتنا وحسب وجودنا وحسب مو فقط موظف البلديه او عمال البلديه او الحكومه او لا كل من يعيش على هذه الارض الطيبه وكل من يتمتع بخيراتها وينعم بامانها وينعم بطيبه اهلها كلنا مسؤولين. قطر بلادنا هي بيتنا العود أو بيتنا الكبير. أنت اليوم حريص على أنك تبني بيت من أروع ما يكون وتزينه بأجمل الأثاث وتحافظ على نظافته حتى تطلع أمام ضيوفك بأجمل صورة وأحلى صورة ولا ترضى أن أحد يرمي أي حاجة أو يشوه منظر هذا البيت. ما بالك في بلادك اللي هي البيت الكبير اللي المفروض أنا وأنت وفلان وفلانة كلنا نحرص على هذه البلاد لأن هي في النهاية بلادنا وتهمنا مصلحتها وتهمنا سمعتها. أنا يعني سريعا قبل أن ينتهي الوقت أيضا هناك أيضا بعض الرسائل اللي ودي أن احنا نركز عليها في هذه الإطلالة السريعة. الحل أمامك إذا أنت رأيت هذا التصرف السلبي وردة الفعل. احنا أطلقنا حملة من فترة اللي كلنا نشوفك بمعنى ان احنا في الميادين العامه وفي الطرقات العامه والمنتزهات العامه كلنا نشوف بعض وكلنا لابد ان نحترم بعض وكلنا لابد ان نحافظ على حقوق الاخرين انهم يستمتعون في هذه الاماكن اللي هم متواجدين فيها. فانت اذا رايت مثل هذا التصرف امامك اكثر من حل. اذا كان الموقف مثلا يستدعي انك انت تتكلم مع صاحب هذا الفعل الخاطئ بالاسلوب الطيب وبالحكمه وبشرط أنه ما يترتب عليه أي ضرر أكبر من التصرف اللي هو قام أن أنت ممكن تنصحه بطريقة ذربة بكلام مثل ما يقولون دبلوماسي وتوصل للرسالة أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل ما قال بوسعد أنك تلوم وتشيل الشيء اللي هو حذفه أو رماه في الشارع أو في المكان اللي كان متواجد فيه ممكن يستشعر أيضا أنه أخطأ في هذا التصرف. هذا جانب. الجانب الآخر احنا عندنا خدمه اسمها خدمه تبلغ من خلال تطبيقات الهواتف الجواله ممكن تنزل التطبيق تصور اي مخالفه او اي فعل سلبي من منطلق انك انت مسؤول عن بلادك من منطلق انك مسؤول. اليوم احنا نبغي المواطن القدوه والمقيم القدوه والسائح والزائر القدوه فهذه مسؤوليه علينا كلنا ليست فقط على جهه معينه. اليوم احنا
ولله الحمد اتفقنا مع إدارة المرور أن حتى شرطي المرور إذا رأى مخالفة غير طبعا داخلة في اختصاصات المرور مثل رمي للمخلفات كذا يثبت هذه الحالة إما يصور إما كذا ويرسل لنا البيانات مع اسمه. فأنت أمام حل آخر أنك أنت إذا كنت في شارع أو في سيارة ما لحقت ممكن تصور سيارة من الخارج أو تصور السيارة اللي قامت بهذا الفعل وترسلها على موقع الوزارة. طبعا إحنا نتخذ إجراءاتنا. أنت راح تكون في هذه الحالة كشاهد وأنا دائما أقول إن أنت شعورك بالمسؤولية يجب أن يدفعك إلى الإيجابية. طبعا راح تكون شاهد أمام الجهات المختصة دون علم المخالف يعني أنت بنفسك بخصوصية يسمعون فقط أنك أنت بالفعل رأيت هذا التصرف اللي قامت فيه السيارة اللي كانت أمامك أو اللي تصرفت لذا التصرف. إحنا اليوم يا جماعة نحتاج أن نستشعر مسؤوليتنا تجاه بلادنا الوطنية ليست فقط في يوم واحد في السنة بعد يوم كم يوم بعد شهر تجي علينا مناسبة عزيزة اليوم الوطني وكلنا نتفاعل مع هذه المناسبة وكلنا حسب تعبيره يعبر عن حبه لبلاده. لكن الحب للوطن ليس شعار ليس استكر ليس علم تحطه على سيارتك مش مسيرة فقط وهو مو بيوم واحد ومش يوم واحد نعم مش يوم واحد. حب الوطن مستمر وسلوك يعبر خل سلوكك يعبر أن أنت تحب بلادك خل سلوكك يعبر أنك أنت بالفعل لك ولاء وانتماء لهذه نعم. الأرض الطيبة اللي ما بخلق على أحد بشيء. جزاك الله خير. نشكر الأستاذ عمر اليافعي مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية ونشكركم على جهودكم الطيبة المباركة. قطر بلادي وبلادك أنت تحافظ عليها وأنا حافظ عليها كلنا نحبك يا قطر.